السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم في سالفتنا هذه من سوالف الحدائق، هذه سالفة حقيقية وحصلت يعني في تقريبا الثمانينات أو أوائل الثمانينات، وأنا سبقت يعني تقابلت مع أحد أفراد هذه يعني اللي صارت لهم السالفة في إحدى الديوانيات. والسالفة تقول إن في مجموعة يعني تقريبا يمكن أربعة قرروا ينزلون البحر الحداك، فنازلين طبعا بحر بالطراد، ونزلوا من صوب الدوحة من عند مسنة الثروة السمكية اللي يعرفونها هناك، نزلوا من السيف يعني طرادهم تقريبا يعني 16 قدم، وكانوا نازلين من صوب السيف. وبعد ما نزلوا اتجهوا يعني أقرب مالهم الرشدان، فعندما دشوا البحر وصلوا مكانهم وجو يقطون السن، ولا السن ناسينا، فمجموعة قالوا خلنا نرد نجيب السن، ما يصير نقعد بدون سن، ومجموعة قالوا لا ما يحتاج، ما نبي نضيع الوقت، احنا ما عندنا وقت ونبي نستانس، وخلنا حدق سماري. كل ما مشى الطراد شوي ردينا شقنا الماكينة وردينا مكاننا، وقعدوا شوي يحدقون يحدقون شوي. تجمعت الغيوم، يوم تجمعت الغيوم فقالوا يعني مثل في يعني فريقين، واحد لا راي واحد لا راي، قالوا خلنا نرجع، ظاهر راح يجي مطر وكذا وهذا. الثانيين قالوا لا ما احنا رادين، يعني مطر سحب ما في شيء، ما في شيء واضح. يا معودين قالوا لا احنا بنكمل شوي. لا والله زادت الغيوم، صكت، يوم صكت قام تترشرش مطر شوي، صار هواء، قالوا خلاص خلنا نمشي. هذا اللي قالوا لا نبي نقعد، ما هذا الموج خفيف والرش خفيف وان شاء الله تحدي السحابة شوي. لا والله صارت السماء سوداء وهب الهواء ومثل السراية، وقامت الامواج تشيل وتشدخ، وهني عاد بدأت التراريد اللي بالبحر كلها تطلع من حاشة من الجو، ان نعفس عليهم الجو. هني قالوا خلاص بعد ما فيها لازم نرجع. يوم جو يشغلون الماكينة، ولا تقول الماكينة أنا واقفة، يحاولون في الماكينة، يبون الماكينة تشتغل والماكينة ما اشتغلت ولا شيء، وقام المطر يهل عليهم والأمواج تشيل وتشدق، وحالة معالة وسماري ولا شيء يمسكهم، وقامت الطراد يسحبهم البحر، وكانت يمكن في حالة ذبر، وقامت تسحبهم صوب البحر داخل. ويبون أحد، ماكو تلفون، ما كان وقتها في تلفون، ويأخذهم البحر، والبحر ما فيه لا طراريد ولا شيء، كل الطراريد كلها طلعت من عقبها، يعني مثل العاصفة صارت. وهني بدأوا يقلقون، ويعني بدأت معنوياتهم شوي تنهار، إلى أن عادل تقريبا وصلوا صوب رأس عجوزة، معناها راح يطلعون من الجون ويدشون البحر العود. هني صار عندهم الانهيار وانهارت معنويتهم مرة واحدة. واحد منهم قال الله العالم ان هذه منيتي، في واحد منهم متماسك يعني اقوى منهم شوي، اذكر الله اذكر الله، قال لا هذه منيتي، انا من عادتي لجيت اطلع البحر اطلع وامشي، هالمرة أول مرة أنادي بناتي الصغار ولممهم وحببهم كأني مودعهم، والظاهر أن هذه منيتي. يوم انهار الثاني ويقعد يطق بدينا على الطراد، يعني شلون هذه نهايتي، يموت لا صلاة ولا صيام ولا شيء، وتصير مناحة اللي يبكي واللي يزوع واللي حالته حالة، وقاموا
يعني في حالة يرثى لها، يعني من اليأس اللي شافوه والموت والمطر وانقطعوا عن العالم. إلا واحد منهم شوي متماسك اللي يقول اذكر الله ويحاول يهديهم، ويوم الله أراد سبحان الله ويروح حق يحارب في الماكينة، يحارب فيها يحارب فيها، يوم حارب وشغلها يوم اشتغلت وترد الروح فيهم، يوم ردت يفرحون الحمد لله الحمد لله، ويعني خلاص كانوا هم منتهين يعني. وشوي كنا الجو بدأ يخف شوي، قالوا يلا ردينا ردينا، ويردون صوب الدوحة. قبل لا يجون الدوحة بشوي ولا يشوفون هذيك العدة بالبحر، وكان في قبل الصعايدة يشتغلون هناك وينقطون عديدهم ويصيدون الصيادين. قالوا وقف، قالوا بعض ايش تبون بالعدة؟ قال خلني نشوف ناخذ لنا سمت، ما استانسنا ولا شيء وحالتنا حالة ولا صدنا، ما يصير نرجع بدون سمت. ذاك يحاول يعني يذكر الله ما يصير، وهذا والله يلعب فيهم الشيطان ويوزهم ويقعدون ياخذون من العدة يرفعونها ويشيلون، وكانت ضاربها نويبي متروسة نويبي، ويقعد يشيلون منها نواب يقطون بالطراد، يشيلون ويقطون بالطراد لين انترس الطراد نوابي سبحان الله، وبغى كلش الغاطس ما على حافة الماي. قال يلا يلا لا نغرق، امشوا امشوا. ويوم مشوا يكملون شوي قبل لا يوصلون السيف بشوي مسافة سبحان الله، ويطبع فيهم الطراد، لكنهم كانوا شوية فيهم قريب يعني قريب السيف، وكملوا سباحة وطلعوا. فهذه السالفة فعلا فيها عبر يعني سبحان الله، يعني شلون الله انجاهم وعقب نسوا. وهذه ذكرتني بالآية اللي تقول إذا ركبوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. سبحان الله كيف الإنسان جحود، شلون ينسى فضل الله؟ فيعني الإنسان يعني لا ينسى فضل الله اللي أنجاه، أو إنه على الأقل يكون يعني لو الله قدر عليه راح يكون على الأقل خاتمة طيبة، يكون مصلي صايم يعني مؤدي واجباته، لأن البحر هذا ما له أمان، وفعلا ما له أمان. يعني من الدروس إن يعني الإنسان إذا طلع وشاف تغير في الجو يعني لو قليل أو شيء يذهب حاله، يروح لأقرب مكان جزيرة ولا يرد، لأن البحر بأي لحظة ممكن أنه ينقلب عليك وتتوهق يعني. وهذا عن نفسي حصلت لي مرة، وكنت عند سياف نازل في طراد 14 وماني بعيد عن السيف، يمكن تقريبا 300 متر، وهب علينا هوا شوي وتهاونا، قلنا هوا خفيف خلال 5 دقائق ولا الجاثح يدش في الماي في الطراد ويشيل ويشدخ من الموج، وما صدقنا على طول سحبنا السن وردينا، حتى من قوة الأمواج والأرياح ما قدرنا يعني نروح يعني ندش من المسنة، على طول دزيته على السيف ولحمت في السيف، وبعد من قوة الموج ترس الطراد ماي. ففعلا يعني من الإنسان من يشوف تغير بالطقس على طول يمشي لا يقعد. وفعلا من الأشياء الثانية الواحد إنه لازم يعني يحسب حساب لها، إنه ما يطلع بالطراد إلا مشيك عليه، على يعني يعني الشغلات اللي فيه، شيك على المغار على السن، يتأكد من مكينة سترات النجاح، من الأشياء بعد اللي يعني المفروض يسويها الواحد، يعني يأخذ له مثلا صندوق ما يصحه يقطه بالخن ينسى يخليه، أو قال له التمر أو شيء يخليه سبحان الله تعطل بالبحر 3 أيام 4 أيام إلا عنده شيء يمشيه، لما يعني الله يعني يكتب له نجاح وإنه يعلم وين مكانه اللي رايح فيه. هذه أشياء لازم خاصة اللي يدش البحر لازم إنه يتقيد فيها علشان سلامته. نسأل الله السلامة إن شاء الله للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.